انا عضو في فرقه الوصال بدوري رئيسه فرقه، فرقه اسست سنه 2014، وكان الملتقى ديالنا الاول في دار الشباب، يعني كان واحد الكاستينغ، ومن بعد ان تختاروا العضوات ديال الفرقه بعد مجموعه من التدريب ومجموعه ديال الحصص. من بعدها بدينا باول مهرجان في القليعه، مهرجان المديح والسماع، يعني لقى واحد صدى كبير عند الجماهير، والحمد لله لقينا انه كاين حب لهذا الفن. ومن بعد طورنا شويه من نفوسنا، ولينا يعني كنخرجوا خارج المدينه ديالنا، تعرفنا شويه بشويه، والحمد لله المديح لقينا بانه الناس عندهم واحد الشغف كبير انهم يتعرفوا عليه، وكنعرفوا ان نفسه يعني واحد الحاجه اللي قليله بزاف، خصوصا ان الانسان يعني كيتعطل بزاف ديال المجالات وكينسى ان كاين مديح، يعني سماع دي هو حقيقي، وحنا كنميلوا يعني سماع عام، يعني غير الفرقه ديالنا ميولاتها ومن متخصصين ديالها، المدربين ديالها السوف في الزاويه القادريه البوتشيشيه، وحنا الحمد لله تعلمنا منها شويه، وتعلمنا من الفن العام شويه حتى هو، وكنتمنوا من الله اننا نخليه واحد الصوره للاجيال القادمه ان شاء الله، انهم يطوروا من هذا الفن وما يخليوهش يعني محصور غير بين فتيات القليعه، والحمد لله كنعطيو حتى يعني واحد الاستقبال الفرق، يعني العضوات الاخرين اللي كاينين في مدن اخرين. كيف ما كتعرف الفرقه ايضا انها فيها فتيات كيديروا تجويد القران الكريم، وموازة مع المديح فكنلقاو انه كاين واحد الارتباط جد يعني متشابه، يعني الانسان اللي كدير المديح كتلقى نفس، يعني كتلقى راسها فاش كتنشد، يعني كتسهل عليها الماموريه، ديجا يعني عندها هي قواعد القران الكريم، كتلقى في المشحات حتى هي كمشحات هما صعاب شويه، ولكن موازة مع التجويد كتلقى راسها انها سهله عليها الماموريه شويه، خصوصا انه يعني المشحات هما اصعب حاجه فاش كتدخل ليه، وكتلقى واحد يعني واحد الصوت اما مره كيطلع مره كيهبط، الحبال الصوتيه كيتجبدوا، يعني كيكون مزيانه، يعني انسان فاش كتجي مثلا شي عضوه جديده كدير يعني تجويد القران الكريم كيكون سهل عليها هي بزاف. ساقان